بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنقدم لكم السكيورتي سيستم من شركه روبوتا. السيستم عباره عن مايكرو كنترولر متوصل بكيباد وال سي دي زي ما احنا شايفين، متوصل ببي اي ار سنسور اللي هو قدامنا ده. السيستم بتاعنا هو فيه 3 مودز، هو المود الاولاني هو النورمال، والمود التاني هو ديسيبل، والمود التالت هو السكيورتي مود. هنبدا مثلا بشرح النورمال مود. فلو قلنا هنا انتر اللي سيفد نورمال مود اكتيفيت، اللي في المود ده بكل بساطة ان لو حد قطع السنسور هيدي الارم زي كده، سمعنا صوت الالارم. تمام. المود التاني وهو مود الديسيبل، مثلا عشان اخش على اي مود اغيره بيطلب مني باسورد. الباسورد هنا 3 سبعات، 1 2 3، هدوس انتر. هشرح دلوقتي اللي هو الديسيبل مود. في الديسيبل مود هو لو اي حد قطع دلوقتي السنسور هو مش هيحس ولا هيدي الارم زي كده. مش سامعين اي صوت الارم لان انا عملت السنسور اوف. طيب السكيورتي مود وهو ده اللي يهمنا، يبدأ يطلب مني الباسورد تاني. طبعا دوت ديسيبل، انا عايز السكيورتي. في السكيورتي مود اول ما بختاره بيديني 10 ثواني. ال10 ثواني دول بيتسموا الديلي اوف، الديلي تايم. في الديلي تايم ده ليه احنا عاملينه؟ لان بندي فرصه لصاحب المكان ان هو يقفل الشركه بتاعته ويمشي. بعد ال10 ثواني دي هو كده دخل في السكيورتي مود. اي حد هيقطع السنسور هيبدا يدي الارم، والالارم مش هيسكت غير لما حد صاحب المكان يديله الباسورد بتاعه زي كده. طبعا دلوقتي انا قطعت السنسور ومفيش الارم، لان ده بيسمى الاوف تايم. الاوف تايم ده لو هنفترض ان صاحب المحل دلوقتي احنا سامعين صوت الالارم مش هيخش، لازم اديله الباسورد صحيح عشان يقف. تمام. دلوقتي بيقول لي alarm 1 و false password 0، يعني في حد قطع السنسور مرة واحدة. كنت بشرح الاوف تايم. الاوف تايم ده هو الفترة اللي ما بين انقطاع يعني انقطاع السنسور او شخص عدى من عدم السنسور حد ما يبدأ الارم يشتغل. ده ليه عاملينه؟ لان لو قلنا صاحب المكان جه الصبح ودخل فتح الشركة بتاعته بيديله فرصة معينة ان هو يخش بسرعة على السيستم ويديله الباسورد قبل ما الارم يشتغل. طيب في حاجة تانية، الاون تايم. الاون تايم ده هو الفترة بتاعت الالارم، ما ينفعش احنا نسيبه يفضل على طول شغال، لازم نعمله فترة معينة. طب انا ازاي اغير التايمز ده؟ لو دخلنا هنا على انتر وقلنا له عايز النورمال مود، وده الموديل بتاعنا العادي. تمام. لو قلنا سيت اب، لو دوسنا على الكيباد هنا في سيت اب هيطلب مني الباسورد، 1 2 3، انتر. هنا دلوقتي قال لي في تشينج باسورد وسيتنج. سيتنج دوس نمبر 2، فاحنا هدوس 2. هنا بيقول لي السيت ديلي تايم، انا لو دوست انتر كده هيقول لي عندك 10 ثواني، 0 60، واقدر اغير زي ما انا عايز. عندي من اول 10 ثواني لحد ساعة. فانا ايه اخلي 10 ثواني. ايه هو الديلي تايم؟ الديلي تايم ده هو الفتره اللي بيديها سنسور قبل ما يشتغل في السكيورتي مود. تمام. طيب لو انا قلت انتر خلاص هو سجل الديلي تايم. طيب الست ساوند ده احنا عاملين هنا نغمات، فانا مثلا دي ساوند، ده ساوند، ده ساوند تاني، ده ساوند، وهكذا. طيب في الست اون تايم. الاون تايم ده اللي هي فترة تشغيل الالارم، ممكن اظبطه زي ما انا عايز، يعني الالارم يشتغل لمدة 10 ثواني ويفصل، ممكن 20 ثانية، 30 40 50، وهكذا زي ما انا عايز. اقدر ازود فترة الالارم. طيب
ايه اللي ممكن يوقف صوت الالارم اللي انا ادخله الباسورد صح او يعدي فتره الاون تايم؟ عندنا ايه تاني؟ عندنا الاوف تايم. الاوف تايم هنا برضو انا ادوس انتر انا اقدر ازوده زي ما انا عايز. ايه هو الاوف تايم؟ هي الفتره من اول ما شخص يعدي من قدام السنسور لحد ما يبدا يصدر الالارم، لان احنا برضو بندي فرصه لصاحب المكان ان هو يعدي من يفتح الشركه بتاعته الصبح ويوصل لحد السيستم ويبدا يدخل الباسورد صحيح عشان الالارم ما يظهرش. طب جميل جدا، لو انا قلت انتر تعالى بقى نشوف الحاجات دي تاني. كانسل، دوس انتر هيطلب مني الباسورد. تعالى نشوف التايمز اللي احنا اتكلمنا عليها في السكيورتي مود. ظبطت السكيورتي مود، بدأ يعد 10 ثواني. 10 ثواني دول الديلي تايم اللي عشان ندي فرصة لصاحب المكان ان هو يبدأ يخرج قبل ما السنسور يبدأ في العمل. عد كده 10 ثواني وخلاص بيقول لي بليز انتر باسورد. طيب لو اي حد قطع السنسور الالارم هيشتغل. تعالى نجرب كده، انا دلوقتي قطعت السنسور فيديو. ده هو كده فتره الايه الاوف تايم. الاوف تايم ده عشان يديك فرصه هل انت هتدخل الباسورد صحيح ولا لا. انا كده ما دخلتش الباسورد فالالارم بدا يشتغل. عشان اوقف الالارم في حاجتين، يا اما هو يعدي فتره الاون تايم او انا ادخل الباسورد. وانا دخلت الباسورد كده دلوقتي غلط، الالارم شغال دلوقتي، هو فصل لوحده كده عشان هو عدى فترة الاون تايم. وهي فترة مجرد بس عايزين نعلم الجيران او نعلم الحراس ان في شخص غير مرغوب فيه في المكان. الالارم بدأ يشتغل تاني، نديله الباسورد.